في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة داخل مدينة طرابلس والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتنسيق مع عميد بلدية طرابلس الكبرى والتنسيق مع مكتب التنسيق الأمني طرابلس والحرس البلدي طرابلس والإسعاف جهاز الإسعاف طرابلس، في إطار هذه الحملة الوقوف على المتسولين داخل مدينة طرابلس والوقوف على مشاكلهم بالنسبة للليبيين يتم إحالتهم لشؤون الاجتماعية طرابلس، والجنسيات المختلفة من النيجر أو من مصر أو من أي جنسية أخرى يتم التحفظ عليه داخل جهاز مكافحة غير شرعية فرع طرابلس للوقوف على إجراءاته وإتمام إجراءاته، وعندنا داخل فرع طرابلس كلينيكا يتم فيها الكشف على صحته إن يكون خالي من الأمراض المختلفة أو المزمنة. طبعا انطلقنا الحملة كانت من يوم الخميس وتم الأمر بالقبض عليه بعض الليبيات، وتم طبعا بالتعهد بأخذ البيانات متاعهم ومقر سكنهم ووضعهم الاجتماعي، وبعدين درنا لهم تعهد بحيث أنه يرجعوا يتم الإجراء بمسح ميداني لهم أو زيارات ميدانية للمساكن متاعهم، دور لهم بحث اجتماعي ونحاولونهم لتسوية وضعهم إذا كان أنهم ينطبق عليهم الشروط، أما ينحولوا لمكتب الزكاة أو ينحملوا ما عندهاش رواتب ضمانية ولا كذا نحولوهم للضمان. وأما بالنسبة لغير الليبيين في الهجرة غير شرعية يتحولوا للهجرة غير شرعية. زيارة حرس البلدي وين؟